عندنا ما يمكن أن نتسمى بأسماء الله، عندنا أسماء مختصة بالله لا يمكن يسمى بها أحد، الله الرحمن رب العالمين، وعندنا أسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أعلام محض. حكيم بن حزام، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالت امرأة العزيز، هذا اسم فقط، عزيز أين؟ ليس بعزة، هذا مفهوم، لكن إن قصد بهذا الاسم الوصف الذي لا يكون لله أبو الحكم منع من التسمي. إذن عندنا أسماء مختصة لا صح التسمي بها إطلاقا، وعندنا أسماء غير مختصة صح التسمي على أنها أعلام محضة لا يقصد بها الوصف، وإن قصد بها الوصف منع من التسمي، مثل الحكيم من الصحابة رضوان الله عليهم، حكيم بن حزام، وأبو الحكم منع لأنه هنا قصد به الوصف، وهناك حكيم بن حزام لم